مشاهدي الأعزاء مرحبا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التراثي تراثك لك. تراثك لك أعزائي المشاهدين دائما مرافقكم طيلة هالشهر المبارك يلي دخلوا علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. كي تعرفوا على البرنامج يزور بيت من بيوت الناس البيضان أثناء وجبة الإفطار، واليوم أعزائي المشاهدين احنا في مدينة الداخلة وبالضبط عند عائلة أهل دلبوح، وربة البيت هي الرعبوب من تبارك الله. الرعبوب مرحبتي بك معنا في برنامج تراثك لك. مرحبا بك وسهلا. مبارك رمضان علينا وعليك. إن شاء الله إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. الرعبوب ليه تردي عليا مدام احنا اليوم في بيتك في دارك زاد، ليه تردي عليا دار اهل دلبوح وزاد الرعبوب؟ فاش توخذ نهارها وش تبقي من الوجبات، وجبات الناس الاولى الناس البيضان؟ احنا فرض علينا احنا بيضان وعندنا طابع، فرض علينا من شيء كانوا يعملوه الناس الاولى، فرض علينا منعيشوا به، قاعد يسووا شنو؟ اللي امنين اذن اذن أذان المغرب تقبل الناس تباركي مع الفطور. الفطور قاع المهم ميني أذان حد أنك تباركي مع حد أني باطل حد أنك تباركي مع الفطور. هذه أمارة أنك نزلتي جعانة والله. أول شيء سبقوا فينا اللي تمر واللبن وطاجين من اللحم عين العدل وتوف ذو بعد زين. أن الإنسان الصحراوي فرض عليهم شين قالوا اللبن زريك فرض عليهم من اللبن وفرض عليهم من اللي متشاش من اللحم. والله واللحم وتوفى الله تمرة. هذا دائما تفرض عليك دائما دائما هو الاول ينطرحك. وتوفعت الناس اللي كتير ابدا من ذي العصيرات وذي المسايد اللي شي زايد العصائر. حق قولي لي باش تسحري بالعاده مونك شي مونك عندك انت قاعد تسحري؟ لا عين السحر ولا بزريق توف حدها اللي ازريق ونتيو معها تايتو. زين احنا عندنا وجبه ما شاء الله وجبه تقليديه والناس الاولى كامله كانت عايشه بيها ولحد الساعه مازالت عرفتي؟ شنو هي؟ هذا القيامة قاعد تركب الغماء؟ ايه بالغماء، يا وحدين الصحراء وبالغماء. انت ما تبقيه؟ ما نبغيه. ما تبقي بالغماء؟ زين عليها ما تبغي بالغماء؟ بعد الله نصرق وتو زريقة. زين وعليها ما تبغي بالغماء؟ زريقة تعود زينة رقيقة وتو برغالة وتو هي الصحابي. برغالة. هي النص حار بيها تو زين. هاو اللي معاك جاراتك ولا عائلتك ولا شنو؟ هاو جاراتي وهذه مال اخواتي. دائما تفطروا مثلا كلكم تفطر عند وحده؟ يعني دائما عيالي يفطر معايا وعيت مالي انا نفطر معاه كل مره في دار. كل مره في دار. زين قولي لي كان مهم عندك هتاي في وقت الفطور مع انه فتبارك الله قاعد سولاني انا عنه دخل شك بين اللي ما خالق بيت صحراوي ما فيه طبل. اول شيء قاعد لا بد قاعد اتاي هو الاول. والله هو الاول الا ما شفنا قاعد اتاي قاعد ما خالق عندك عالم مولانا فعلا. والله اللي قاعد عندك فطرتي عالم مولانا. زين لين سولوا القيامه شحالك ياك الخير؟ مرحبتي وسلتك. لاباس عليك؟ ياك الخير. مبارك رمضان. الله يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله يدخل علينا وعليك بالخير والصحة والسلامة. امين ان شاء الله. زي القيامة ردي علينا ايش نهارك فاش توخذي؟ الحمد لله في عبادة هادي. نعود الدحمي سبدا حد فتقدر فطور وخدو فطور. زي الوجبات اللي تبقى انت في الفطور شنو هما؟ انا من اهل سب. نبغي سب. انت تبقى سب ايوا. واللبن والتمر كالعادة. والوجبة من وجبات الناس البيضان الأولى إيش تبقي إيش تفضلي فيها؟ نبغي فيها اللحم وبطاطا، لحم بومتيار نقولوا نحن. زين الناس الأولى، الناس الأولى ما تعرف بطاطا. إي ولا اللحم وتوف. إيه؟ اللحم وتوف. زين اللحم. إي والله. ما شاء الله ما خلق حد ما يقول اللحم. والله والله. الله لا درت إنه فيه مضرة إن شاء الله. آمين. زين وإحنا نحاروا كاس من بين ما نفطروا. إي والله. زين. زين دائما إحنا لا معاكم. في وجبة الإفطار عندي عنه ذا هو الحق في وقت الفطور ما لحق. زين بسم الله هفطروا. هاك انتي هاي بعد صاحبتي أنا نعطيك أمين يا مولانا جينا وجيك. وانتي ليه تردي علينا فاش توخذي نهارك؟ عادي موش محدد الحق. زين بالعادة قاع شنو هما المسائل تعدري وشنو هما الالعاب اللي تلعبي في رمضان؟ فتبارك الله دائما في وقت رمضان يكثروا الالعاب الشعبيه. لا عين الحقيقه ننزلوا السيس يا غير رمضان كاع كيف تشين هاسني والدتي عنه قالت لي عني لا السيس ذاك شنو نوع من مرياس ولا كارت؟ باتشي. زين نتكلم عن الالعاب الشعبيه.
ألعاب تراثية. ما نزل حق ماشي منها. والو. أها ما نزل. سيق مات ما أنا الله ما. أبداً. عليها مالك على السيق. لا الحقيقة ما عندي وقت لتوف. أنا عايدة بوتيقي ونختار الحق. اختار العمل. لهين اختار نجبر جماعة من أصحابيات يجون يجمعوا معايا ونختار نجبر رد عن ذاك السيق. ما نختار نضيع وقتي فيه. زين ووقت الجماعة وقتكم مجمعات. دائماً شو تعدروا وقت الجماعة شنو هو اللي يخليكم توما تجمعوا مسرع عند الناس البيضان فرض عليهم منها هيك الصقع شنو هي الله يوي شنو وهي معانا ضرك لا ليه نتيو ونجمعوا زين خلينا نتيو معنا ذاك علينا جماعة المرأة الصحراوية فرض عليها منها ما تقدر تصح من دونها إذا ما حضرت أي جماعة قاع ما يخالف هذا مال من تراثنا والله والله فرض علينا من طبل تتايس يعني شابات صغارات يعني كيف مساوي الكبير فيه والصغير إذا ما حصلت أي جماعة ما تحصل أبدا أبدا وشن هي الوجبة المفضلة عندك الوجبة اللي أنا الحقيقة قاع ما عندي وجبة من وجبة محددة فتبارك الله زين عندك كل شيء تو عادي عندي المسائل الثانية كامل عادي عندي والله إيوه واللحم اللحم ما خارق الكار ويكون حد العاك زين والصحور ايش تبقي اذا رينا حبات من مارو ما مخصرات شيء والله وحدات من كسكس واذا ما ريناهم مولي عادي يشرب رقاج شرب مو كبارد فيه ويطرحها توف توف زين قولي لي انت برنامج تراثك لك ما شاء الله تعرفي والله ها والله ايش تعرفي فيه تعرفي فيه اسئله تراثيه يا خالتي يا ماني حتى كيف تعرفي في اسئله تراثيه مثلا قلت لك انا ما سولتك ما تسولتك ما تخيمين سولتك والله زين بالعاده احنا نعطو التحاجي ونعطو امثله حسانيه ونعطو اسئله تراثيه والله الشيء زين عندك انت قاع منهم وكاملين حكم قلت لك تعرفي علينا برنامج تراثك لك برنامج تراثي والله زين هذا كامل لم تراثنا ولا حاله البيضان ناس البيضان من عوائدنا دائما لنا طبل تتاي من تراثنا اللحم فتبارك الله الناس اللي بيضان فرض عليهم تشايشيس وهم قاع شنو هما اي دار دارك فيها كهل فرض عليهم منا قشم شويه والله ها ما لا حد ما ذا الشيء لو خرج ما يبقوا ما مهم زين اليوم احنا في هذه الحلقه عند عائلة اهل دلبوح وبالضبط ربة البيت الرعبوب ما شاء الله اليوم وجدان المداح والله مجدنا المداح اليوم تبارك الله مجدكم ياسر من الخير والخمير الله الخير كنتي دي الدوري تلعبين مضيفينا غير ما اسمح بها الوقت زيان عندك انت المدح فعلا المدح هو من شيء مهتم به الانسان الصحراوي وخاصه في رمضان مدح يوقبي الله مدح النبي صلى الله عليه وسلم زين ناري نشوفوا صحباتك واش يبقوها الطفيل اسمك ولدي مختار دلبوح مختار دربوح يا مرحبا بيك قول لي مرحبا قول لي مختار مش رايك للدراعة لامك قول لي مختار اش تبقي في فطور رمضان اش تبقي النشا والله التمر والله اللحم شي زين عندك انت لا التمر وحده ما تبقي اللحم تبقيه زين انت اسمك فاطمه اعطيها الميكرو فاطمه ايش حالك اياك بخير مبارك رمضان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالخير والصحه والسلامه فاطمه تولي تردي عليا ايش تعدري في رمضان والله اللي الله علينا وعليكم بالامن واليمان ان شاء الله صايمين وقايمين ان شاء الله امين يا مولانا لكم الاجر ان شاء الله امين يا مولانا اولا نبارك الامه الاسلاميه في هذا الشهر الفضيل نقول لهم رمضان كريم ان شاء الله نقول عنه شهر فضيل وفي ياسر من قالت حد ما يتفش معاه ويتفش معاه من قد مولانا لا الحمد لله والله من قد عنه الحمد لله حد لحقه حد اعطاه مولانا فوات العام كامل وبلغ رمضان قالته ما يحمد ذاك مولانا وينسى راسه ولا ينسى دينه ياسر فضل مولانا ولا ينسى دينه ولا ينسى قول عن رمضان عنه شهر فضيل والناس ما تتشحوا على راسها بش من ناحيه تشحوا على راسها بالطياب حقه عنه ما شاء الله الناس الاولى كانت تعرف عندها ما كان خارج والله زين دولين دور انا قاعد ندور للناس الاولى شوف الناس الاولى ما كانت متخرمس وكانت صايمه رغم عنها لسه في الجدران ولا في الحيوط تحت
خيام تحت الخيام خيام وما شاء الله وعادي عنده بسيط وامورها عاديه والله. كامله وصايبه لدينها والله صايبه صلاتها وصايبه عبادتها والله. اول يوم اتي انا الصح اخواتي عنهم اللي لالين السعوديين لا يحرم دبي انا عايد عيغرني والله عيد بنت سهرانه ونقوم وانتم احلى الله بعافيته حمد مولانا نصه روح حامدين مولانا لا بعد العباده الحمد لله حامدين مولانا صحفنا ونصلي نرقدوا مولي مع حامدين مولانا ما نرقدوا النهار كامل قوموا نرقدوا لين يقرب الظهر قوموا حامدين مولانا ونقراوا حزاب ونتباركوا مع صلوا الظهر الفطور ثم ثاني نعود صلاه العصر يعني نصلوا العصر نتباركوا مع الفطور تباركوا مع فطوركم حقوا مولي مسؤوليه مولي عند المراه مسؤوليه المراه لابد حقوق ذيك الحقوق اللي تفطر والله لابد لها تقوم وتفطرهم والله والحمد لله نعدلوا فطورنا الوجبه الاساسيه عندنا هي نشا نقوموا نعدلوا نشا نوجدوا تمرنا نوجدوا طاجين احنا لا بد من الطاجين الحمد لله طرف الاول عين نعدلوا ذا تخن طرحوا الطبع الصيفي سمن وشوي بسكوت هذا شيء زين عند التركة زين عندهم والعين العين تشبع اللي الحق العين تشبع الله اللي الحق وتبت يعني ونطرحوا ذا ونعد فطروا فطروا رجع ليش فطروا كامل فطروا شوي مغارسين الوقت ضيق وقصة التراوح صار الحمد لله منين يرجعوا نقرأوا حامدي مولانا مصحفنا نطرحوا طاجيننا تموا نقرأوا كتوبنا حديثنا احنا مشاكل الدار مشاكل هي توفتي هنا تباركم واللي نقرأوا مصحفنا ونراجعوا الترك نقرأوا واللي به اللي النهار عاد منفوش والله نهار أول النهار بين أنا صهروا حامدي المولى ربي حامدي ناك بعد نصهروا اللي على طاعة مولانا قبل منه ومكم الشعب أمين يا مولانا أمين يا مولانا ويدي المس أمت أمين محمد كامل أمين يا مولانا نصهروا حامدي نرق دور النهار وفذتوا عاي ظهر مولي توحي عندك وقت الصيف ويجي مولي وقت الإفطار وتباركنا على الإفطار حق توفتي ونعودوا الحمد لله نقرأوا نعقبوا مولي نمشوا عاد حد عندك حد من جهة الله ترحقي صلت الرحم مولي يوقي بيها في الأوقات كاملة والله والله يقع خاصة رمضان 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 ما قلت لك في الأول ما كنت فيش حد الحق عالم مولانا لين تفش في صلة الرحم لين تفش في صورات والله صلة الرحم لين يوفى نرجع من بعد ترى وإحنا مشوا اللي عندهم حد له يصير واللي عاد مريض والله والله عم والله حد من الأسرة والله صديقات باغي تقيسين والله والله حق والله الجيران زين وين تعرفوا على الشابة اللي في زرك؟ بيكم نقول لكم مرحبا وسهلا بيك وأهلا يا بويا أصل مرحبا بيك انت اسمك؟ مريم مرحبتي بيك مرحبا بيك وسهلا وأهلا مريم مش تعدل انت أصلا قاعدة في حياتك اليومية؟ تشتغلي ولا لا الدار؟ ولا تقراي؟ لا الدار؟ تقراي تشتغلي ذاك كام؟ قزيتي زين مريم اللي تعطينا مريم مش تعدلي خلال شهر رمضان المبارك؟ وش تبقي فيه؟ وش تبقي من الوجبات؟ الناس الأولى رمضان يدخلوا علينا عليكم بالفرحة والسرور الشهر بعد قاع عبادة والله سوقاء والله ونعدلوا فيه الحمد لله الأمور اللي في الشهر كاملين وقت الحمد لله العبادة وذاك النوع كيف وقت مع نمسوه مع الصباح والله وقت ثاني ساد الله بالحمد لله الوقت قاع كاملة وش قال وقت وضعف فيهم العبادة كيف الشهر هذا الفضي والله حق ومن فماتي تبدا الهم وذاك النوع ايوا الوجبات شنو هماتي هذا كل مره وهذا كل مره ونوع تعرف شنو هما الوجبات المفضلين عندكم انتم في داركم خاصه في بيتكم انتم ما هم الشعش لا كل مره ما خالق شو ما خالق وجبه ذيك هي محدده انا بعد وجبتي دائما هي الحساء بقي اهلا مره نشو مره الحرير مرة بالولا كل مرة ماشي عشان تشوف الأنشاء الوجبات الأولى نشو سريب وطاجين هذا زين عندك أنت حق وفي الليل يعود بالقمام تبقي بالقمام هي بالقمام يعود أنت معنك كيف ترعبو رعبو ما تبقي خلاص أنا لازريق باردة وتوف أبرقال زين هذا مصطلح زين أبرقال عارفة شنو أنت أبرقال شنو أبرقال كيش سنين السنين اللي يعود ياسر معه وقليل لبن وفدغو فدغو حق بعد مارول حق بعد هو مارول ما أكثر ماه من مارو حق بعد قاترك ثابت زي اللي تعطيني شوي الميكرو اللي نتكلم مع القيامة زي اللي نشوف القيامة سكني عن إذا الميكرو شوي والله
مرحبا بك اصلا. مرحبا بك. قلت لي اسمك قبيل. والله اللي بيك اهلي ابوي. انا اسمي ميمونة. ميمونة. ميمونة واني بيك ومرحبا وسهلا. ميمونة انا رضيت لك الميكرو زيان. عندي بيك اللي عارفة بعض المصطلحات. الله يجازك. كيف برقال كيف ادقو. كان عندك شي كان عندك مصطلحات اخرى ولا ابدا؟ ايه والله عندنا مصطلح قديم يقولوا لهم كسكس القبه. كسكس القبه خليه يا وزين نعرفه. وقوشي. قوشي شنو قوشي؟ قوشي هو قوسي والله قوشي مارول ما. قوشي هو مارول ما. اسمه قوسي. قوسي مارول ما تقولوا له انتوا فتقوا 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 هو قوسي. سيان ها سيان قوسي وفتقوا سيان سياني. زين مصطلح ثاني وعندنا بكوشو. ما نعرف كنك تعرفي اسمه بكوشو. بكوشو شنو هذا؟ مريا طنط تقولونها انتم. مريا طنط احنا نقولها مريا طنط حق بعد اللي هو الخبز مع الماء مع ولا الخبز مع البن والله غير احنا خبزنا عود يابس. ايه عود يابس ايه الباديه الدقيق وتبليه بالمحامي. المحامي حق شوي من الزيت شوي من السكر. السكر وتوف نقولوا لهم بكوشو. هذا كانت عند الناس الدوله. انا هذا قاعد حضرت فيه بالباديه غادي ياخذ زري يابس ودقدق ورقان مشرب ودقدق مع السكر والزيت والزيت. كلتونيش بعتي انا مشرب والله زين والله اللي زين والله زين. زين شكرا لك ميمونة على هذه المعلومات. مرحبا بك. لا عندك مصطلحات ثانيه؟ لا قولي. ما الله والسلام. زين شكرا لك الرعبوب. رعبوب شكرا لك على حسن ضيافة. مرحبا بينا وبيك. بيك وهلا رعبوب. ما عطيتني أنا بعد شايش من الحبي أختي. طيب والله. لا خليه وخليه. زين رعبوب اللي هي نعطيك هذه هدية قدمها برنامج تراثك لك لكل منزل يزوره. لا قبل علينا وكبر بينا وبيك ومرحبتي بيك. مرحبا بيك سهلة وهلا. مرحبا بك وعند أهل دلبوح. بارك الله فيك الرعبوب ومرحبا بيك أنت سهلة وهلا. مرحبا وسهلا. مرحبا بكم في الأمل. بارك الله فيك بالداخلة كاملة. نعم بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين بعد ما شفتوا معايا وجبة الإفطار اللي نكمل فطورنا إذا رد الله ولهي نرجع لكم مع الأمداح النبوية. والأمداح النبوية هي من تراثنا ودائما خلال شهر رمضان المبارك الناس البيضان يكثروا من الأمداح النبوية الشريفة. وخليكم معي. مشاهدي الكرام بعد ما شفت معي وجبة الإفطار ذاك اللي انتقلوا الأمداح النبوية ومع خديم من مدينة الداخلة. خديم مرحبتي بك. مرحبا بك وسهلا. خديم مبارك رمضان وان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالخير والصحه والسلامه. نحن منتم وجميع المسلمين. امين يا مولانا. زي خديم سابق ما تكلمنا عن الامداح النبويه اللي تتكلم لنا عن خديم شيبقي في رمضان. الخديم في رمضان يبقي كاس من التاي وزريقه وتمرات. تو هذا هو الخديم في رمضان. تو زين لحاله البيضان. البيضان كامل بقوه التاي والزريق والتمر. زين خديم اللي تتكلم لنا عن الامداح النبويه. الامداح النبويه كانكم خلال شهر رمضان يكثر عليكم الطلب والله اللي انتم تمدحوا والله. خلال رمضان ما عندنا على سيانة عندنا الطلب والسيانة مهمة. قد يكثر ولا ما يكثر؟ اي يخلق منه شيء بالنسبة بعد الشهر عن الشهر الثاني يخلقوا الطلبات. غير قاعد دائما في رمضان نحن نعطوه اللي متح يسوى الصجاء والطلبات يسوى ما جاء والطلبات وتوه نختاره والمتح عبادة. اختاروا اللهم ذاك اللي انفوقتوا من الوقت صار النصارى للمتح. قزيت. زين هذا صديقك مالي يمدح معك. حق. اسمك؟ اسمي سالم. سالم مرحبتي بيك. لا تسكن ذا الميكرو. سالم مرحبتي بيك ومبارك رمضان. علينا وعليك شهر ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. اللهم صلي وسلم. زين سالم ليه تكلم لنا عن شبقي سالم في رمضان؟ سالم الله تبارك الله ذاك اللي يبغي الله كاس من اتاي وزريقة. بيقدي عاد انت ظميت بيقدي مقلب. زين عندك ظميت هي بالعادة الناس تبقي بالغمان بيه اللي هو عيد الشيف المعيد ويغوت الانسان يقدر ظميت انا شفانه تبارك الله. والله ما عينه في شيء والله ان شاء الله. والله والشقا عندي انا فوق ذا منه مقصر عمر ما هو خالد. ما هو خالد ما تشايش من الحمشويات. ما هو خالد اني نجبر ذا ما عيني بالله. انت ما عيني بالله. لا لا لا. زين شكرا لك ومرحبتي بك. واحنا معاكم اليوم فرعين نسمعوا المدح. بسم الله. يا مرحبا. سكي علي مولانا مولانا ورسول الله. سكي علي مولانا مولانا ورسول الله. سكي علي عند الميزان.
الملك متمكن منه وتعظيم له عند سبحان يشفع له ويفرج عنه ورسول الله اسكي عنه ورسول الله اسكي عنه وفر قيامه يوم الحشر والندم إلى زهرة جهنم الزقها تتقصر عنه وندها رب العظام طيحي له وانزحي عنه ورسول الله اسكي عنه مولانا مولانا عنه ورسول الله اسكي عنه اسكي عنه في السماوات في الترابات اسكي عنه اسكي عنه عند الممات يوم الايام محمود عبد الله الراضي عنه اسكي عنه فمن اين تعود محبوسه وتسول عنه والحق حوض به الكوثر واشرب اهل الجنه منه رسول الله اسكي عنه ورسول زين خديم اللي هي تعلي والله زاد اللي تبدلي المتحف أزاي ثاني إن شاء الله زين بسم الله ربي تايب لك يا تواب ربي تايب لك يا تواب ربي تايب لك يا تواب ربي تايب صوم سنة خصو بشهر فيه الجنة فتحت الأبواب بيتي يا صوم سنة خصو بشهر يا صوم سنة خصو بشهر فيه الجنة فتحت الأبواب خلق آدم من تورا يا ابن أولا هو أنا خلق وعور للجنة أماني يدخل باب بيتي يا ابن أولا هو أنا خلق وعور لأولا النبي أنا خلق وعور للجنة فارق مهله من الدنيا فارق مهله ما هي هي دار المرتب وانا شورك درت الثقل ماني حامل ذاك العقاب تصلح لي الأسباب أم اللي تجعل يميني نقبض بيها ذاك الكتاب يا ربي تملك يا تواب أم اللي تجعل يميني نقبض بيها
زي الخديم شكرا لك على هالامداح، انا ما سخيت صراحه بيك. زين عندي داتا نصنت. زين خديم هذه هديه من برنامج تراثك لك، وقبلها منا ومرحبتي بك. بيكم واهلا. ليت معانا لين نختموا بمدح لحاني مزلت لها معانا ان شاء الله. ان شاء الله. زين اعزائي المشاهدين، نتمنى ان تعود نالت اعجابكم هذه الحلقه من برنامجكم التراثي تراثك لك، اللي مرافقكم طيله هالشهر المبارك وفي حلقات خاصه واستثنائيه. وضرك اعزائي المشاهدين، لين خليكم على الامداح النبويه، والى اللقاء. وابطن عنه والحادث نساي، يرفد فرايو يطرح فيك في اللي مو حياه ضرب رايو.